لكن أريد أن أعود للدكتور خالد. دكتور خالد، نظرية المؤامرة ما زالت تلقى رواجا حاليا، أن هناك جهة تقف وراء هذا الزلزال المدمر. نعم الصوت فيه مشكلة، بس كان فهمت من سؤال حضرتك أنه في مؤامرة، يعني نظرية تسمعني المؤامرة. الآن دكتور خالد تسمعني؟ عم تسمعني بشكل واضح حاليا؟ تفضل عيد سؤالك لو سمحت. عم نحكي عن موضوع نظرية المؤامرة، أنه عم تنتشر، ما زالت منتشرة، أن هناك دولة كبرى تقف وراء زلزال تركيا. تمام، دعني أخبرك أنه الزلزال اللي حدث أكبر من قدرات البشر، أبداً ما في قدرة بشرية تستطيع عمل هيك شيء بهذه المكان في هذا الموقع. يعني القدرة التدميرية واضحة، يعني خلينا نحكي إذا بدهم يستخدموا قنابل يعني حيكون في قصف، أما يحركوا الصفائح أكيد ما حيقدروا. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، إحنا حكينا في البداية أنه إحنا أصلا متوقعين حدوث الزلازل، لأنه 1+1=2، في عندنا ضغط من الكتل التكتونية باتجاهات متعاكسة مما يؤدي إلى حدوث زلزال، متوقع حدوث زلزال على الفوالق والاصطدام أو الاحتكاك بين القطع التكتونية. فما في شيء كان غريب وغير مفسر علميا، لا هو مفسر علميا، حدث شيء متوقع حدوثه. ما في أي حدا يقدر يحرك صفيحة أو يوجهها، هي تتحرك بأمر الله من بدء الخليقة باتجاهات معينة بإرادة ربانية معينة. عم ينحكي عن مشروع اسمه هارب. صدقني انا 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 واحد من الناس اللي يعني بميل للتفسير العلمي اكثر من اي تفاسير نظريات غير مفهومه. يعني خلينا احكي، اللي بيحكي عن نظريات المؤامره هاي هم نفسهم اللي خلينا نطلع برا الموضوع، هم نفسهم اللي بيعتقدوا بكروية الأرض ويعتقدوا بأشياء يعني غير منطقية. هي كروية، اللي بيعتقدوا بأنه الأرض مسطحة. قصدك مسطحة، أنه الأرض غير كروية، أنه الأرض مسطحة. فيعني وهذا شجعوا اللي خلينا نسميه الدراما الهوليودية، خلت الواحد يفكر بأساليب يعني واتقانها لدرجة أنه بيخلي الواحد أنه يفكر فعلا أنه ممكن يكون إشي زي هيك، ليش لا؟ وخصوصا ما في عندنا إشي أنه لكن اللي بيخلي هالإشي ينتشر، سامحني بهالكلام، الجهل. أحيانا وقد يكون الإنسان يعني بيعرف في مجاله، لكن الثقافة العامة والوعي شوية ضعيف في بعض المجتمعات، وما أقصد العربية، حتى يعني النظريات هاي تنتشر في الغرب أيضا، فبتخلي الواحد انه بيصدق الاشياء هاي، بيحب يصدقها احيانا، بيحس فيها ساتسفايد اكثر، وشيء يعني في انترستنج يعني شيء من الغموض، فبيحبوا الاشياء هاي. لكن بالنهايه 1+1 منطق لا يوجد لها تحليل ولا منطقي يعني انه يكون هالشيء. طبعا ارقام ضحايا الزلزال تزداد تباعا، يعني يوما بعد يوم، والحديث على أنه الآن ارتفاع عدد الضحايا يعتبر أكثر زلزال مميت في تاريخ تركيا.